أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء إن الحمد لله كلمة نرددها في كل خطبة وفي كل جلسة وفي كل محاضرة. إن الحمد لله نقولها كلاما واعتقادا وتطبيقا. العبد دائما حامل لله سبحانه وتعالى حتى الناس سموا فلان حامل اسمه وفلان حماد وفلان حمود. كل هذا مصيغ هذه الكلمة. ما معنى حامد؟ يحمد الله. ما معنى حماد؟ دائما يحمد بيض الله وجهك جيد نعم. حماد يعني دائما يحمد وحامد يعني فعل ماضي حامد وقاضي يحمد الله عز وجل سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة التي عاش عليها المسلمون قديما وحديثا حمدا لله سبحانه وتعالى مثنين عليه جل جلاله فيما هو أهله. أيها الإخوة أيها الحضور أيها الشباب ليحمل كل منا الآن بداية هذه الجلسة هم ماذا يقول الله تعالى عنه الآن. ليحمل كل منا كل واحد منا الآن في هذه الجلسة على ماذا يطلع الله على قلبك الآن. لك سيارة هي نفس الفرنسيين قمارة أخير قمار جيل حروفة أصر 2563 المدير 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 لك أبو خليجية خليجية كويتية لا خليجية ما هي كويتية أحبيني مر محاضرة المخيم فقالوا ديت سنة 82 مسكر ما طلع ولا واحد قالوا بانوراما ملبقى للسابق قاموا اربعة ما دي من يجيبوا. الشاهد اخوتي في الله واللي يحمل كل واحد منا هم هذا بهذه الساعة في هذه الدقيقة حتى لو استمعت لهذه الكلمة بعد أيام ليكن همك دائما ماذا يقول الله عنك ماذا يقول الله عز وجل عنك في هذا المجلس الآن أو بعد الآن وماذا يطلع الله على قلبك الآن. بماذا تفكر الآن؟ هل تعلم أخي المسلم وأخي المستمع وأخي المشاهد وأخي الجميل
تدري. قد يكون يتكلم هنا وفكره والعياذ بالله في الدنيا، لكن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال تعالى: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ فنحاول نصحح نياتنا، نصحح مقاصدنا، نصحح همومنا. فله الحمد عز وجل حمدا يليق بجلاله وعظمة سلطانه سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض، ولله ميراث السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض. كل شيء لله سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات وما في الأرض هو لله جل جلاله سبحانه وتعالى. فماذا لو قبلني أنا أو أنت الآن في هذا المجلس الله عز وجل فغير حياتنا سبحانه وتعالى؟ فنحمده خيرا مما نقول. كلمة حمد أخوان لما نحمد نحن ربنا عز وجل، الله تعالى يستحق أكثر وخير وأفضل من قولنا نحن. أول من قال الحمد لله من يدري؟ في جائزة بخاله متبين في جائزة؟ أبشر أول من قال الحمد لله من هو؟ يرفع يده ليه؟ سم؟ جبريل. إجابة؟ خطأ. سم؟ الله. من؟ الله. الله عز وجل سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض حمد نفسه عز وجل. لما خلق الله السماوات والأرض قال تعالى: الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فالله تعالى هو أول من حمد نفسه عز وجل، وحمده لنفسه لأنه تعالى يعلم ماذا يستحق هو جل جلاله من الحمد والثناء جل جلاله سبحانه وتعالى. حتى آخر شيء تختم المساء المسائل بالحمد. إذا سكن أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار عفانا الله وإياكم وجميع المسلمين، قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. انتهى كل شيء، الحمد لله رب العالمين. بدء المخلوقات الحمد لله رب العالمين، نهاية المخلوقات الحمد لله رب العالمين. فأيها الإخوة، هذا الرب جل جلاله العظيم الذي عطاه كلام ومنعه كلام يسعد بأسباب الشقاء ويسقي بأسباب السعادة. من هم أكثر ناس يحبون المال إخوان؟ الله خلق الناس عموما، من هم أكثر فئة من الناس يحبون المال؟ عباد المال منهم؟ يتكلمون اليهود صح، ومع ذلك ماذا قال الله تعالى؟ قال: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم. يا أخوان الأموال والبنون كيف؟ قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن هنا يقلبها الله تعالى، قال: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. مال وأولاد وعذاب على هذا تعالى. الله سبحانه وتعالى لا يمتن على عباده بالدنيا ابدا. يا اخوان سؤال، عطنا جائزه بالكبير الله يرحمه الذي خذها اول. من هو الرجل اغنى رجل يمر على البشريه؟ يرفع يده اللي يعرف. سم سم هارون مالك لواء اغنى رجل يمر على الارض. سم يا بعدي سم هارون هارون مالك لواء سليمان تعال صح ابو تميم يا جماعه دبرونا عبد الله الجادة سليمان عليه السلام اعطاه الله ملك ايش؟ كل شيء. علم منطق الطير حتى يروي ابن كثير رحمه الله ان سليمان عليه السلام يمشي يوم من الايام في اسواق دمشق اسال الله تعالى يفرج هم المسلمين في سوريا عاجل غير عاجل على كل شيء قدير. فكان سليمان عليه السلام مع حاشيته يمشي في ازقه دمشق في اسواق دمشق وش اللي قال؟ اقرا سم هلي والرب يبخلي
يوخر السيارة. شو معنى توخر؟ يوخر. 2011 ألف كاف صاد ثلاث سبعات ستة سبعة سبعين ست سبعين حتى رقم مميز. وخر سيارك الله يرحمه ديك. فقلنا سليمان عليه السلام مر على العصفور حول العصفور يعلش حول العصفورة يعني قردن يعني غازل فهمت وانتم. فيقول سليمان عليه السلام للحاشية معه تدرون ماذا يقول هذا العصفور لهذه العصفورة؟ سليمان علم منطقة الطين. قال ماذا يقول يا نبي الله؟ قال يقول تزوجيني وأسكنك أحسن شرفة في شرف دمشق. قال سليمان وهكذا العشاق دائما يكذبون مهما أكثر من أكثر الفلاكين العشاق. بحبك يا ملك وحشني يا شوقة ما بنمشي الليل تعال يعني كلام يروى مرة أن عندنا شاقل أنها الديار هذه نقض. فقال واحد ما لقى علاج ما شفاه الله تعالى ذهب إلى مصر يعالج عالج بمصر شفاه الله عز وجل. أوه ما شاء الله فرح. قال لجيرانه يا أخوان أنا علشان الله شفان عندكم بكرة عشاكم غداكم علي تيس أبا أذبح لكم تيس. قال آه جزاك الله كل خير لأن حالك أنت كويس وكريم وكذا وبساعدتك. أي نعم. فالرجال راح الساعة الصباح بعد الفجر راح سوق الغنم تلقى له كالتيس اللي كذا يحبه قلبك التيس. المهم يمشي راجع البيت مع التيس إلا التيس هج شكله وتصير الضحك ويدور مساكين كل ما شاف احد ما شفت تيسي ما شفت تيسي. المهم الرجال هذا اذن الظهر لقاله تعب ومساكين لقاله قهوة على مصر الشارع يسمونه مصر على مصر الشارع. فجلس وعلى الكرسي والطاولة قال جل من الكرسون قال في سبع زوزة قال ما شفت تيسي. قال ايه يعني قال لا ما شفت تيسي عشان يسمى. فالرجال هو قاعد قهوة بجنبه واحد خاطب وحده وعازمها على القهوة حلو ولا مش حلو؟ حلو عربون عليه. فهو جالس يتسمع الشاي يفكر شوبه تيس ما التيس إلا الرجال هذا يقول حبيبته يعني يبحبك وما أدري كيف قلت له هي أنت بتشوف إيه بعينيا وهو يقول عينيك حلوة قال أنت بتشوف إيه بعينيا قال بشوف بعينيك الدنيا قال الشيخ ما شفت تيسة ولا يطعم ما يطعم هكذا العشاق دائما كذابين. هذا كان سليمان عليه السلام قال وهكذا العشاق دائما يكذبون. الشاهد سليمان عليه السلام أعطيه كل شيء قال ربي هب لي ملكا لا يرنمي لأحد من بعده. تخيل النمل ايش تقول الكروس ايش تقول الحيوانات يدري ماذا تقول. يقول للطير ارفع جناح واحد ترفع جناح افتح جناحك كلها. اذا اردت سليمان عليه السلام وهو على بساط الريح قال تعالى وسخرنا معه الريح غدوها شهر يعني مسافه الضحى تقطع مسافه شهر وغدوها وروح شهر ومسافه المساء تقطع مسافه شهر لسليمان عليه السلام. ولاحظ لاحظ شيء اذا ركب الريح عليه السلام يامر الطير تطير فوقه تغطي الشمس حتى ما يكون حر عليه عليه الصلاة والسلام لأنه حيكون مرتفع شوي. فإذا أراد نور أمر الطير أن تقبض جناح فتقبض جناح فينزل نور شعاع الشمس عليه صلى الله عليه وسلم. ملك عظيم ملك يعني يقول تخيل جالس في فلسطين عليه الصلاة والسلام وأراد أن يحمل عرش بلقيس من اليمن فقال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يقتل المسلمين. قال عفريت من الجن؟ تخيل شو مسوي الجني هذا؟ والله مو مسلم. لكنه مسلم، كل انسان مسلم، ما يجوز مع غيره الا الاسلام الا جني مسلم. فقال عفريت من الجن ماذا قال يا اخوان عفريت الجن؟ انا اتيك به مستعد اجيبهولك. لو انت تخيل بعد كرسي عرش ملكه ما راح يكون مثل كرسي هذا شايل ابو خادم على راسه. ما شفت ابو خادم مثل الكرسي هذا. ابو خادم منصور مساعد شايل على راسه فعلا. لكن هذا كرسي ملكه شايل فيه؟ مرصع بالجواهر حيكون كبير فخامة. قال عني قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. مو أنت يا سليمان لا صلاة الضحى جلست للقضاء قبل الظهر تقوم؟ قال نعم. قال مسافة جلوسك هذه نجيبه لك من اليمن وإني عليه لقوي أمين
الذي سوى على روح صليله صح ولا لا؟ لكن هذا الجن سينقله او هذا الذي عنده علم الكتاب سيحمله من اليمن الى فلسطين مجرد رفع بصرته لا يسلكه عنده. ومع ذلك هذا الملك العظيم الذي كما قلنا منطق الطير الحيوانات عمرها وحسن لسليمان جوده من ايش؟ من الجن والطير حشر كلهم يعني الجن يتصرف بهم يأمر عليهم سليمان عليه السلام الإنس يأمر عليهم عليه السلام الطير يأمر عليهم عليه الصلاة والسلام الحيوانات يأمر عليها عليه الصلاة والسلام الحشرات يأمر عليها عليه الصلاة والسلام الريح يأمر عليها صلى الله عليه وسلم هذا ما الله تعالى بإذن عز وجل. ومع ذلك كل هذا الملك ثم يقول الله عز وجل لسليمان نحن لا نمن بما أعطيناك قال تعالى هذا عطاؤنا فن يعني أنت أو أمسك بغير حساب الدنيا لا يمن الله تعالى بها ليست دليل عطاء من الله عز وجل لكن لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الأمة ماذا قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وفي قراءة صحيحة من أنفسهم وكذلك صلى الله عليه وسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدكم لمن كنتم مؤمنين فالمنة من الله بالدين فقط فنحمد الله عز وجل على هذه المنة منه عز وجل يا أخوان ما اجتمعنا ندور شيء آخر لا اجتمعنا نسمعنا تضحيه ولا زحف ولا نحف ولا اجتمعنا نبي قروش ولا اجتمعنا نبي مال ولا طعام ولا شراب يعني هي جائزة واحدة بعد سوا مثل فريق من أبو حنان لكن اجتمعنا نريد أن يرضى الله تعالى عنا في هذا المجلس فنشهد أن لا إله إلا الله عبد الله نشهد أن لا إله إلا الله لا يعبد سواه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له له إيش؟ إيش هو؟ له الملك الملك لله يتصرف ما شاء كما شاء يتصرف في ذرات الهوى جل جلاله الريح التي اعزبت قوم عاد ما ضرت عاد ما مرت هود صلى الله عليه وسلم الذين امنوا معه يتصرف الله تعالى بملكه بنوعيه الصوت الصاعقه التي قطعت قلوب قوم صالح صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ما ضرتهم يتصرف الله تعالى بالماء الماء الذي حمل تابوت موسى صلى الله عليه وسلم فألقيه في اليم فليلقه بأمر الله تعالى فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له يتصرف الله تعالى بقلوب الخلق حتى الكفار العدو موسى عليه السلام قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني لما ألقى الله على موسى محبة أصبح كل من رآه أحبه صلى الله عليه وسلم وين كانوا ساكنين في مصر صح؟ يعني في انواع الناس في مصر فيها النوبه في الصعايده في بن سويف في المنصوره في بورسعيد بعد في الفيوم في المنيا المهم في انواع كثيره في مصر وموسى يا اخوان ما هي صفه موسى صلى الله عليه وسلم؟ من يدري؟ كيف كان لونه عليه الصلاه والسلام؟ أسود سيد السماوات صلى الله عليه وسلم لكن الله تعالى قال عن موسى وألقيت عليك محبة مني هذا الطفل الأسود صلى الله عليه وسلم لم تكن امرأة فرعون يزينه يمنحه يحبيه ماذا قالت؟ قالت قرة عين لي قرة العين يعني إذا شافت العين قرت واطمأنت فهذا فعل الله تعالى أكثر حتى من قلوب الله عز وجل سبحانه وتعالى فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كررها دائما ايش تريد في حياتك في مماتك في قبرك في حشرك في نشرك بعد الجزاء ماذا تريد وهو على كل شيء قدير عندك أمراض عندك هموم هو على كل شيء قدير عندك طموحات لتحقيقها هو على كل شيء قدير عندك أمان لتحقيقها هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى يحدثني أحد الإخوان رجاء الله يسلمه
وزارة الطيب مدازالة. أيوة يقول والله بعمر تعينت في أحد دور رعاية الأرض الأيتام في المملكة الطيبة رزقك الله حد. والله يا أخوان والله العظيم والله العظيم يا بيت هذا الرجل من أخ من يعني من من أصحابي يقول تعينت في أحد دور رعاية الأيتام في المملكة. فجاء لي المدير وقابلت هذا المدير وأكد لي كلامه. والله أخوان أنا قابلت هذا المدير وأكد لي كلامه. يقول لما تعينت عنده قال لي شوف فلان بيتسبب. قال لي وش طموحاتك؟ اتمنى يا والله دكتور اتمنى كذا وكذا زوجة حلوة يعني تمام وسيارة كذا وكذا وكذا يعني طموحاتك. قال الله يخليك سجلهم ورقة. قال لي أمانيك سجلهم ورقة. فسجلت ورقة وعرف هي. والله يا عمر مضى سنوات وناداني بعد 4 سنوات أو 5 سنوات قال هذه ورقتك تحقق شيء. قلت والله كلها كل أماني اللي كنت أتمناها حققها الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم امسح ضعف رأس اليتيم وأدله من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. صح أهل العلم. فربنا على كل شيء قدير. حتى مدير هذه الموظف عمر أكثر من الموظف إذا توظف عندي في دور رعاية الأيتام أقول له ما هي طموحاتك؟ سجلها ورقة وأحتفظها في ظرف وأحطها عندي في المكتب. ثم بعد سنوات أقول ها تمشي ولا ما تمشي ونفس الإجابة عجبها والإلحام. فربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم. يا إخوان اليهود والنصارى اليهود جهة والنصارى جهة والمسلمين في الوسط والمسلمون في الوسط في كل شيء في التعامل مع الله عز وجل. المسلم الوسط اليهود شبه الخالق وصف الخالق بصفات المخلوق. تعالى ذاك علوم كبيرة. قالوا إن الله مفعول كل تجديه العلم. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. تعالى ذاك علوم كبيرة. فاليهود وصف الخالق بصفات المخلوق والنصارى عكس وصف المخلوق بصفات الخالق. قالوا عيسى هو الله والعياذ بالله. وقالوا عيسى ابن الله. تعالى يقولون كبيرة. والمسلمون يصفون الخالق بأوصافه تعالى ويصفون المخلوق بأوصافه. حتى مع الأنبياء المسلمون وسط. اليهود كما يصنعون من الأنبياء يا أخوان ماذا صنع الأنبياء من اليهود؟ اليهود ماذا صنعوا من الأنبياء؟ قال تعالى أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. اليهود كذبوا الأنبياء وقتلوهم. والنصارى عبدوا الأنبياء. لكن المسلمين قالوا عن الأنبياء ما وصف الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. اليهود ماذا قالوا عن عيسى ومريم؟ اليهود ماذا قالوا عن عيسى ومريم يا اخوان؟ من يدري؟ ابي المرفوعة ماذا قال اليهود عن عيسى ومريم؟ ابن الله. اليهود ها احد يعرف ماذا قال اليهود عن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ابن زانيه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم وصفوا مريم بالزنا حاشاها. طيب النصارى ماذا قالوا عن عيسى بن مريم؟ قالوا ابن الله. والمؤمنون ماذا قالوا عن عيسى بن مريم المسلمون؟ عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى مع العلماء اليهود يقتلون النصحاء والعلماء والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. والمسلمون من جاء بالحق اخذوه منه ومن جاء بباطل رده عليه حتى من كان عالم. هكذا المسلمون جعلهم الله تعالى وسط في شريعتهم وسط في دينهم وسط في كل خير ولله الحمد. فنشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
أجمعين. ثم يقول إخوة أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما يحب وترك ما يكره سبحانه وتعالى. ولن يأمر الله إلا بخير، خصوصا هذه الأمة اليهود بنو إسرائيل. قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كانت أشياء حلال حرمها الله عليهم وهي طيبة. طيب النصارى لما جاء عيسى بن مريم قال: ولو أحل لكم من يدري بعض الذي حرم عليكم. لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم قال: يحل لهم الطيبات عموما، قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، حدثنا اليوم هذه مقدمة، يعني يستحق ربنا جل جلاله ويستحق استغفر الله العظيم وتوب إليه، نحن نستحق أن نسمع مقدمة عن ربنا سبحانه وتعالى، وإلا الله عز وجل يستحق أن نمضي أعمارنا وأزماننا ونقطع ألسنتنا وجوارحنا في الثناء عليه سبحانه وتعالى وما وفينا شيئا من حقه جل جلاله. إذا كان شيء يقول إيش؟ ولو أن يقول سجدنا على الحديد أو على المحمى من الإبر، سبحان من لو سجدنا بالعيون له، سبحان من لو سجدنا بالعيون له على الحديد أو على المحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا ربع من العشر. فنحن نتكلم بحمد الله ونثني على الله تعالى حتى تطمئن قلوبنا وترتاح أنفسنا لمحبتنا لربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، عنوان جلستنا هذا اليوم هي هموم الشباب. هموم أو الشباب، هموم الشباب. الهموم أنواع والشباب أنواع. الشباب يختلفون. نستطيع أن نقسم أي ناس إلى هذا الصنف. المسلمين ينقسمون إلى هذا الصنف. صنف متقي لله تعالى، وصنف وسط، وصنف مسلم على نفسه عافانا الله وإياكم. ومع ذلك كل هؤلاء الرقباط لهم هموم، والهموم أنواع. هم يرفع وهم يضع، فرق بين من هم بين من همه أن يرضي الله وبين من همه المعصية وهواه. في ناس تبحث وتتعب نفسها، ليس تعب نفسها والله، في ناس يعني تمضي أوقاتها وأعمارها في البحث عن مرضات الله عز وجل، وفي ناس كم من واحد إخوان هوا خلفهم همه بس كيف يرضى خلفهم، يذبح روحه وجمع يسرق أشياء، ينطر نمه يسرق من أمه فلوس، يبيع الغاز، يبيع ذهب أمه عشانه عشان يشتري حاجة. والله يا إخوان سبحان الله الكلمة هذه، أنا أكثرت عليكم القصة هذه، بس يعني تخيل إنسان سارق من أمه 900,000 ريال عشان يقدمها هدية للبابا، مو للولد، يقدمها هدية للبابا. تخيل واحد يحب واحدة، والله يا إخوان يعني حلفني بالله أنا راكب معي بالسيارة، يقسم بالله العظيم والعمر كل إجازة صيفية هي وأمها وأبوها وأخوانها وخواتها شهر كامل على حسابي فرنسا، رايحين جايين على حسابي. طيب وبعدين؟ والله يا إخوان، والله العظيم الذي لا إله إلا هو، أنا شايف أنا حمل زيادة الرجل هذا رامي نفسه للدور الرابع للانتحار. ليس مخدرات ولا مسكرات، ما يشرب الدخان يشرب. فتان بينها من همه مرضاة الله تعالى. يبحث دائما وأبدا كيف يرضي الله عز وجل؟ إن في الليل تجد صلاة وصيام. أرسل صيام من الليل. ليش بيض الله وجهك. صيام على الحرام حلو. صيام من الليل قيام، بالنهار صيام. دعوة، فعل خير. يا شيخ لو يجد مسمار في الأرض ما زال المسمار عن الأرض حتى ينال مرضاة الله عز وجل سبحانه وتعالى. همه كيف يرضى الله تعالى؟ مطيع لوالديه، مطيع في مجتمعه، نافع في المجتمع، يفعل الخير، يسعى الى توصيل الخير للناس باي طريقه. وهناك ناس همه ما لخبطت فيها الليله. ما يا اخوان ما حولكم شيء يا جماعه،
ما في على مدى بعض الناس هم شلون والله يا اخوان الا ليله له تجد من بعض الناس من هم والعياذ بالله تصريف مخدرات على الناس والعاديه المسلمين من الناس من هم ايش من يصبح حتى يمسي كيف يطيح فلان كيف يجيب فلان عنده مشكله شتان يعني اقول الهموم تختلف ومن الناس من هم ايش بس كيف عندنا المخبات فلوس ومن الناس من هم كيف ابنا هالبطن طعام كل عرس تلقاه كل مناسبه ما قدام واحد دخل زواج يقول وجلسوا يتعشون قال واحد ما شاء الله كيف فاتك طيبه من اللي عزمته ولا اللي عزم ابواب العروسه قال ها للعزم؟ قال ابو العروسه قال هذا عزم مو بعزم يا حبا ليك شي يمكن فيبحث عن الطعام باي طريقه ما همه ففي هموم يعني ما تستاهل ان تبتلى في الحياه كما قال الشعر خلق الله قوما لطعن المحبب واخر اخرون لقصعه وثريد بعض الناس ما همه شلون ياكل وشلون يشرب بس وشلون ينكح اللي هو الا كالانعام بل ما ضعف الله واياكم الناس من همه في حياته ان يرضى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فنقول يا الاخوه الهموم تختلف. قل لي ما هو الهم الذي تحمله؟ اقول لك من انت؟ حتى قال عليه الصلاه والسلام من يحمل هم من لم يحمل هم المسلمين فليس منهم. لابد ان يكون همك عالمي، همك عام، همك رعايه الناس اجمعين المسلمين، همك اصلاح الناس، همك اسعاد الناس. يا اخوان من حمل هذا الهم هم اسعاد الناس ايش يكون قدره عند الله تعالى؟ عجيب. انا في تويتر في حسابي تويتر اقول ان الله تعالى يعاملك انت كما تعامل الناس. اذا ترحمهم يرحمك، اذا تستر عليهم يستر عليك، اذا تعطيهم فلوس ها خطا إذا تعطيهم يزيدك عز وجل، إذا إيش؟ إذا تفرج عنهم كرم الدنيا يفرج عن كرم الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، إذا تعذبهم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، فما لو همك تحمل هم أمام الله تعالى يراك الله عز وجل تحمل هم الناس إصلاحهم إسعادهم رعايتهم حتى الدعوة إلى الله تعالى إذا أنت رحنان طبعنا هذا أعظم هم يحمل لكن في ناس هم كما قلنا بعيدة هم خراب هم فساد يقول في بني إسرائيل أن الفأرة تسبح بحمد الله تقول سبحان من خلقني للفساد فبعض الناس والعياذ بالله نفسه اوقعته في افساد الناس. فما هو الهم الذي تحمل؟ كما قلنا يا اخوان والله العظيم يعني بعض الناس يعني مشكلتنا اكثر مشاكلنا من ايش يا اخوان؟ المستقيم واللي يرجو تقوى الله تعالى والذي يرجو ان يكون مصلح هذا ان شاء الله الله يثبته. لكن والشاب الخطأ مره اللي يفسد سم قال لك؟ عنك مش قال؟ طيب المشكلة يا اخوان اسأل ابو حنان اسأل السجون اسأل المصلحات العقلية اسأل دور الملاحظة اسأل اصحاب المشاكل الذي يقول عرض القصاص اصحاب بيع المخدرات اسألوهم هل يوم من الايام في حياتك كنت تفكر تصل لكذا؟ سعت بهمومه الى والعياذ بالله ان تعرف على كذا وتعرف على كذا فاصبح يريد اشباع رغباتي اكثر واكثر والله يا اخوان في مواضيع صعب اصرح فيها لكن افهموها يا اخوان لن يبقى الشيطان تكون عادي اذا وقعك الشيطان في مساله انك شخص عادي يعني يصلي يحب الرسول صلى انا اصلي ايش تقول؟ ايش نبي؟ احنا ما نبي شيء انت اللي تبي يا اخي انت اللي تبي جنه عرضها السماوات والارض انت اكبر عدو لك منه
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا يا بني آدم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو أصحابه ليكونوا من أصحاب السعير. فهل ممكن أن تكون يكون همك عداوة الشيطان؟ يا أخي لو إذا تحمل هم دنيا هم مرض هم مشكلة هل توجع عليها شيء؟ قال عز وجل حديث عائشة ما صار العبد هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا حط لها من حب بها من خطايا كما روى البخاري مسلم. يعني هو الدنيا هل توجع عليها لكن المشكلة هو من المعاصي. إنسان يبي يطيح بنت همه يبي فلان بالحرام يوجع على هالهم يا أخوان ولا يأثم؟ والله يأثم يا أخوان نبيل بالله. إنسان همه يقع إنسان باللواط يؤثم ولا يأثم؟ حتى تفكيره إثم. يقول أهل الأصول الوسائل لها حكم الغايات، الوسيلة لها حكم الغاية. إذا كان الإنسان يريد أن يصل إلى لواط جميع ما يعمله في طريق وصول لهذا الشيء هو حرام. له حكم اللواط، الوسائل لها حكم الغايات. فإذا كان مكان أو إنسان يريد أن يصل إلى جريمة زنا كل ما يدفعه ويبذله ويعمله ويصنعه ويفكر فيه في سبيل الحصول على هذه المعصية فهو معصية. والعكس صحيح، لو إنسان يفكر يروح عمره كل ريال كل هم كل طريق يفعله للوصول إلى عمره يكتب في ميزان حسنات نسأل الله لكم ذلك. فنقول أخوان ما هو الهم الذي تحمله؟ إيش همك يا أخي؟ أنت من همك هم الخراب والمصدر الناس إلى أخرب مما يريدون. اللي كان يريد أن يحصل على مثلاً جيب ربع يشخص به قدام الشباب وين وصلوا جيب الربع؟ لا تسألني أنا اسأل الشباب. والعياذ بالله من هذا المخدر يبني العرض والعياذ بالله لم يحمل هم الشهادة. حين نتكلم عن الهم هذا بعضهم والعياذ بالله يحمل هم أن يحصل على جرعة مخدر، بعضهم يحصل على مكالمة من بنت ثم بعد ذلك تحمل ما لا يأتي مقابل هذا الأشياء. يا أخوان نصح شوي بس، ليش صح بعض الشباب كان مستقيم كان طالب حقه بعدين راح في رجليه؟ ليه كان الشاب من أول يعني يداوم على الحلقة وحفظ القرآن ودروس التحفيظ ودروس طلبة العلم ثم بعد ذلك تناكس انتكس انتكس حتى وصل إلى إيش؟ ما نتكلم عيب، والله عيب نتكلم، لكن أقول أنت لا تتبع خطوات الشيطان، لا تتنازل للشيطان. أي تنازل منك؟ بداية السلم في سلمين إخوان، سلم يطلع فوق سلم ينزل تحت. أي رجل لك في السلم اللي تحت هتنزل ثانية، وأي رجل لك في السلم اللي فوق هتطلع زيادة. والموعد جنة ونهر، الموعد مرضاة رب العالمين في الدنيا قبل الآخرة. يا شيخ أنت من همومك، أنت همومك إذا كانت همومك هموم دين والله توجع عليها. لو واحد يا أخوان يبكي مثل اللي جنبي قبل شوي مازن جزاه الله خير يقول لي صديق الآن أنت كسر شيخ، طيب هذا الذي يعني تتكلم راح الرجال يا أخوان. أنا أتكلم بإيش الآن؟ بسم الله العفو. أنا أقول الشاب هذا الذي حمل هم يبكي من أجل انتكاسة صديقه كيف هو عند الله تعالى؟ أسأل لكم الثبات جميع المسلمين. بعكس اللي هم إيش؟ خسرت رفيقتي خسرت رفيقتي خسرت لا إله إلا الله. قبل كم ليلة أكرمنا الله تعالى بكتبة حد المساجد، فجاء عندي شاب بعد الصلاة وركب معي بالسيارة قربات سنة بنت سنة ركب معي بالسيارة قرب عمر بنت سنة، فتعرف على واحدة لي أربع سنوات وأنا أفكر بالتوبة ودي أتوب يا شيخ بس يجي يقول لا تقول ما أسمح لك. ليش؟ أنت اللي خربته. ليش؟ أنت بس أسألك سؤال يا شيخ يا أخوان أنت تقول الصواب لا كلامي خطأ ولا صواب؟ قلت له أنا فلان دلنا أنت بس أسأل الله رحمه وليك وأنا صادق والله حنا عند بيت الله عزيز هنا طيب المسجد أنت أغضبت الله ورحت أنت صح؟ يا صح يا طيب أغضبها ورح إلى الله عز وجل. أنت أغضبت الله ورحت البنت وحصل لك الهم اللي أنت فيه الآن، طيب أغضب البنت ليش لما أغضبت الله ورحت البنت ما سألت أحد؟ ما مشي للمسجد تمشي 180 الآن حتى تغضب البنت وتذهب إلى الله تعالى تسأل تقول شلون ما وشلون؟
الله، لكن حتى ترضي الله تعالى ما تضر نفسك. ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه الإنسان الآن يغضب الله ويرضي نفسه مبسوط، لكن إذا أراد أن يكون فيرضي الله تعالى يسخط نفسه؟ يبي يسأل فلان أمري عاونا ولا لقيت أحد، ليش كنت خشك؟ تمن على ربك جل جلاله. بل الله يمن عليك إذا هداك الله سبحانه وتعالى. فنقول يا إخوان واحد يفكر شوي بس، فكر همومك يا شيخ. ارفع همومك، ارفع خشمك شوي. لا يكون همك ايش؟ إنما الدنيا طعام وغدام وسلام وغلام، فإذا فاتك هذا منع الدنيا السلام. شو الكلام هذا يا شيخ؟ يقول والله يا إخوان أقرأ في ترجمة أحد الشعراء الناجين اليوم، إنما الدنيا طعام، إنما الدنيا طعام ومدام وغلام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. سبحان الله العظيم، شو الكلام هذا؟ عجيب. يعني هذه دنياك بس؟ دنياك أن تعصي الله عز وجل عفى الله وإياكم؟ من يقول لا؟ من يقول لا؟ نفسه. من؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ليش لك بين مخباتك الآن؟ ليه؟ وتسجل مقوم اللي تبي؟ ليه؟ ليه آيفون مخباتك الآن؟ جيبك الآيفون ليه؟ ليه بقى الآيباد معك الديس علم حين قريب في غرفة النوم؟ ليه معك اللابتوب؟ ليه؟ ليه؟ من يفهم ليه؟ ليه بقى ليه يا جماعة؟ ليه معك بلاك بيري؟ ليه؟ جروب وإباحيات ومقاطع على كيفك وتعريفات، تعرف على شباب وبنات، تعرف على مردان. ليه؟ ليه في آخر الدنيا تزين الدنيا؟ ليه؟ حب لك أنت؟ ليه ما تزين مثل محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تزين لك؟ ليه؟ حب لك أنت ولا بغض لك أنت؟ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. صحح نفسك، صحح معتقدك، تتزين الدنيا تفتنك أنت حتى تدخلك النار. حفت النار بالشهوات، فإذا وقعت في معصية فهذا طريق إلى النار عفوا وإياكم. قال ابن الجوزي رحمه الله: من كان من أهل النار لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من كان من أهل النار، اسمع يا شيخ الله يرحم والديك، من كان من أهل النار لا تزال تأتيه هدايا هذه الشهوات. إذا كانت الشهوات كثيرة عندك والمحرمات كثيرة عندك فهذا دليل ايش؟ يخشى عليك سكانة النار. ومن كان من أهل الجنة فلا تزال تأتيه هدايا هذه المكارم. الجنة حفت بالمكارم والنار حفت بالشهوات، فأيهما أكثر عندك؟ يا اخوان ما الهم الذي تحمله؟ هل تحمل هم الاخره؟ هم الدنيا والله ما يضيق الصدر. احد الاخوات توفي قبل 5 ايام، عمره تقريبا حول 60 سنه، والله يا اخوان تقسم بالله اختها تقول 30 سنه سرطان. 30 سنه تليف كبد، 30 سنه فشل كلوي. ولا والله عمره دخلنا عليها مثل تقول الحمد لله، والله اني بخير يا ناس، والله اني بنعمه ما يعلمها الا الله عز وجل. توفت قبل 5 ايام، كانت تقول ان يقول المغسلين الذين غسلوها، النسائي الذي غسلنها، يقول تعال انظر الى الابتسامه، الى النور، طراوه العظام، طراوه الجسم. 30 سنه ما تحمل هم هذا الهم، بل حماده لله سبحانه وتعالى. لكن تعال شوف الشباب اصحاب الله انزلنا حتسدون المملكه. في حسن المملكه عمر واحد 5 ايدز، عمر واحد بس. واحد اللي يقول واحد مش تبغون انتم. انا يا شيخ انا مشتري ايدز بفلوسي، انا مشتري متروين ادري فيها ايدز، ابغى انتحر بموت، ايش تبغون انتم؟ عنده هموم، عنده مشاكل ما حلها بطاعه الله عز وجل. هم هم الامراض، هم الديون، هم النقص، هذا ما يضر يا شيخ، هذا ينفع. تكلمني احد الاخوات تقول يا شيخ اليوم عندي مشاكل، عندي امراض، وعندي كذا وعندي كذا. كنت اسال سؤال بس ارجوكم انتم تجاوبوا. وانا عندي مشاكل وعندي، قلت اذا احب الله قوم كلام العظام،
الغضب للمحبة من الله عز وجل سبحانه وتعالى. إذا كنت مستقيم على طاعة الله وابتلاك الله عز وجل فهذه المحبة تقصد. لكن ها يقول الحسن النبي الحسن أبو سعيد البصري رحمه الله: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه فاعلم أنه استدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يا أخي احمل هم نفسك عنك كيف تنجو من النار، احمل هم نفسك عنك كيف يرضى الله تعالى عنك، ولا تسعى في الدنيا والآخرة. ولدي الإطالة وفق الله يكون أحب الله وصلى الله وسلم على محمد. نبقى إذا هناك أسئلة أو مداخلات نرجع إلى أبو حمام. طبعا يا شباب أنا جاء في خاطري إخواني موقف لهذا الصحابة ثوبان، كان في المسجد مهموم ثوبان، بس مهموم على إيش؟ يبي بعرين ولا يبي مزارع ولا يبي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أهمك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله الآن أنت لو تنتقل الآن من مكة إلى المدينة ضاق الصدور، كيف بكرة باليوم القيامة في المنازل العليا؟ شوف التفكير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعلم يا ثوبان إن المرء يحشر مع من يحبه؟ شوف تفكيره. ربيعة 12 سنة يا إخوان، 12 سنة يعجب بالنبي صلى الله عليه وسلم بوقفته بالطهور للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: صلي ما بدالك ربيعة، صلي. قال: أريد مرافقتك في الجنة. هم عالي. قبل فترة يا إخوان عندنا شاب من الشباب يبلغ من العمر 16 سنة صلى بنا في رمضان، كم ربع عمر؟ رمضان اللي راح صلى بنا الشاب ده، صوته جميل. صلي يا شاب، كان بخلي المسجد، طبعا كان يصلي في صندوق المؤقت. قلت ليه؟ كان ابغى مسجد رسمي. يا الله، قلت له: طيب انت عمرك 16 سنه ما هي ممنوع. قال: انا بصلي مجانا بس رمضان هذا ابغى التفت وراي 10 صفوف. ابي وراي 10 صفوف راتب ما ابي. شوف الهم. هم وفوق، والله يا اخوان مره من المرات جاني شاب يا اخوان، كان الشاب هذا ملفت مسوي قلق عندنا بالحاره. شباب يفرون عنده فر. فجيت انا يا اخوان وشيت هالشاب وقلت له: علي راح اصلي مع الشاب لانه حول سنه قريب من سنه. قلت له: علي تاثر بهالشاب ولعلي اعرض على الشاب انه ينقلب حوله او يحطه مع حالته. لما شاف هالشاب قال: معليش ابو حنان، قلت له: قلت هالشاب ايش رايك فيه انه كذا وعندنا مشكله وهذا كذا. قال: ديني يا ابو حنان. شلون ديني؟ قال: احنا 20 شاب همنا قراءه القران، وهذا الشاب مو بهمنا، هذا الشاب همه مقاطع وهمه يروحه وجاي. ما معليش اسمح لي. شوف الهم شلون. في ناس يا اخوان، ترى يا اخوان اللي ينتهي بالنهايات على قران او على ذكر او على وينتهي من الحياه بهذا، ترى كان عنده هم للذكر وعنده هم للاخر. كان عنده هم يحمل الهم ذا فيعطي. اما شاب يا اخوان يجي يحمل هم فنان مغيب كل اغانيها الفنان، خلاص هالذاكره اللي امتليت، يجيب هم على هم، والله يخلق من نفسه هو المشاكل، يجي بالنهايات يتوفق بالله. انت الان شفت يقول لك الشيخ فيها صح، انت اللي جايك الهم، ليه ما تخليه في سبيل الله يا شيخ؟ الهم فيك فيه، بس خلوا ينقضوا من واحد يعذبك تحطه بقلبك في محكته الرئيسي بنظر الله عز وجل. تبدي تهتم للرحمة واحد قال الله الرحمة فلان انقسم يلا، والله طلع اخاف يطقوه من فلان، والله فلان اخاف انه ينام ما تعشى. ايش دعوة يا جمعية خيرية؟ ما تعشى ابوك امك تشحب الجمعيات وانت حاط همك ورع. شباب لازم اننا نفهم، لازم ناخذ درس وعبره من ايش؟ من القصص اللي تذكر يا اخوان، ترى مر بشيء قد جينا القصص قاعد من العصر يفتح حق الاطفال ويجيب لكم حق النوم. الله يا اخوان ما يحكي الحقيقه، ما يجوز شرعا نتكلم هنا كلام كذب. اما يجي يمتلك صوره من الميدان انت بعيد بعيد عنها، لازم تسمع الكلام ذا من الناس اللي عاشوا هموم الناس. يا اخي رجل 80 سنه يجي ابو عمر يصيح يذبح انقلاب موت، شو هذا؟ طيب انت كبرت صرت كذا 80 سنه يقول اذبح انقلاب موت.
إذا المرأة واحد أبو 45 سنة والله أبو جيب كم سنة 1000 كيلو من عمر أحب واحد أبو 42 سنة ماشي طويل قسم بالله يا لو ودك علي يومية غلط علي عرقان مريضة في دم كله لكن بسيط محمد رب العالمين العلاج الحب بسيط رب الله تعالى من أيسر من علاج الزكام علما أنه أخضر خطر تأثير على النفس لكن علاجه ولله الحمد من أيسر العلاجات إذا بغى الإنسان العلاج لكن مش كانوا يقولوا الواحد تعالى شوف أحب فلان شوف نظر الله كاتب يده على كاتب اسمه على يدي رصه وش طيب صلاك أدعي الله تعالى يشفيك طلع من قلبك قال لا ادعى الله يبدو الله بحبه أبشركم الآن على العربية صار الحاكم مو خرف وبعربية الآن يمشي بعربية من هنا وتحت غير شغال يقسم بالله العظيم من حياتي الآن داعي لله تعالى بشكل والله ما أحد ما أتكلم بك أعقاب كثير كلمني كثير يقول والله يا أبو عمر لو يقولون لي جتني مقابلة في إحدى القنوات قال وش رأيك أين أحسن حالك الآن أو حالك قبل قال أنا داعي قلت لا والله العظيم إذا كانت حالتي اللي سابقة أرجع إليها بحال حياتي لا والله أبي حالتي الآن اللي نذهب فيها مع الله سبحانه وتعالى حولكم شيء طيب أبو عمر سؤال الآن أنت يقول السيارة لكم هلي هجر 11 ألف كاف صاد سبعة ستة يوخر السيارة طيب أبو عمر ما قد جاك حد قال ودي أنت حل ما قد جاك حد قال ودي أنت حل حد قال كمان تحل من الفاقور لا قال قال أبا أنت حل والله يا أخي ما جازت لي بشوارع رايدة لا أبو واحد يحبيه ذاك بمر السكر جلبني قال ابو عمر يتسبب الله يغفر لي ارحم قلوبي قال ابو عمر اتمنى لم يمت بعد 200 سنه يبعث الله بشوف مع خبيب الصلاه عليه شبالها يقول اتمنى عقب 200 سنه يبعث الله ما قال حامل همس الاخبيب يشوف الرديه ابو عمر طيب ابو عمر معليش ما اجبت على السؤال أكثر من يطلب يعني يفكر بالانتحار هذا يوم يسال طبعا يا اخوان اللي استغفرت انا اقول يا اخوان سبحان الله خارج النصيب الدعوه لله فخر بس الدعي الدعي مين الداعي لله الله تعالى يقول انفقوا انفسكم واعلموا الانتحار احنا يعني تعتبرون متطفلين على الدعوه فنقول دائما لا تلعب بكلمه انتحار مره سالني واحد يسالني قال اتصل ولا بنتحر انا لازم اتصل يا ابني انت لا بس عشان ترد عليك انت قل يا اخي قال مره ثانيه ما ارد عليك على شخص ثاني فيصير يبين تحسس احنا ما مهند فما احد يعني ما راح واحد من تحت من ذنب الا الذنوب اخوان اسحاق الله يرحم والديك ما عمركم شفتوا فيلم عباره هجيه شو سوى البرنامج ما شفتوا مسرحيه مسلسل ولا فيلم؟ اخبار الهجين؟ اخبار الهجين الهجيز مسلسل اللي ما مجد وما مجد اخبار ولا البداية المجد ما شفتوه سب لا مجد قرآن شيء ما شفتوه تعرفون اخبار الهجين اللي جاب عن الفقر على اولين فقرهم ما عندهم ما عندهم ما تسيل التمر يفرحون به هل انتحروا الاولين بالفقر؟ بالعكس عايشين احسن حياتهم بالحمد صلاتهم طيبه عبادتهم طيبه قيام ليل صيام فرحين بكل شيء لكن ما تجي الانتحارات لما الانسان جاء المرض النفسي والضيق النفسي لما ان الناس اصبح بدأوا يبتعدون عن الله سبحانه وتعالى احد الاخوان التائبين الله عز وجل عاش اربع سنوات في الدنمارك كوبنهاجن يقسم بالله العظيم يقول ابو عمر والله ان عيالهم اجمل من بناتهم ناس اعطاهم الله جمال جمال العالم كله موجود في كوبنهاجن اعتقد عاصمه السويد لكن يقول والله ابو عمر ما يضحك والله ما يضحك والله ابو عمر لعب سنوكر يا اخوان لعب سنوكر هذه سنوكر على زي ايش؟ زي البلياردو بس انه كبير طاولتها والله انت مثقفين
حركات هذا من شكله يشتغل بروضة بروضة طلع سنحن حق سنوكر يا جماعة اللي زي المليار بس نعكبر شوي اسميه سنوكر يا جماعة مو كيرا مليار اسلام يقول والله يا عمر ألعب معهم أنا مليار أنكت شوي يقول لي واحد ليش تضحك أنت أدري في شيء يضحك الدنيا عيب عليك والله يا أبو عمر قسم بالله ما يعني تخيل من التجارة عندهم كاس الشاي 18 دولار من قلب 40 ريال كاس الشاي ناس راهي عنده قرش لما تقول بس لكن على عيش كنت أحمل على عيش كنت أحمل حتى عندهم انتحار جماعي انت بس تقول خمسة فوق ما يطبون لذلك أنشئ لهم عندي انتحار ديث كلوب يبغى واحد مكتوب عنده خيارات تبي غاز تبي كهرب تبي بناء نوعيه الانتحار اللي تبي تموت ادفع 25 دولار وقع واكتب سبب وفاتك ليش مع السلامه توكل تولى من الباتي يدفع هو فلوس عشان يموت عندي الانتحار ففنادق الانتحار واحد يقول اني اسوي فندق للمنتحرين يجي يشوف في مده قبل ما يتوكلون يعني ما في احد ينتحر ويمكسر مبسوط يضحك تاي يعني مكتوم من الهموم والمشاكل حتى حقين المخدرات اخوان وحقين الشراب لما يجي لامهم تقول ليش تشرب لا يا اخي ابى اطفي هالهم اللي عندي والله ما اطفي شيء طفي طفوني بس اني 10 سنوات تاكلي بين هالجدران بس لكن اخوان لان يسال يسالك نروح للدنمارك ترى عندنا الدنمارك هنا بس لكن على ما قال اللي يكون اخوان هلي 2011 الف كاف صاد 3 7 6 وخر السياره ابو عمر يقول كلام جميل يقول ابو عمر بعض الناس مثل الدرين